السلام عليكم أحبائي الصغار. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. درسنا اليوم مراجعة القراءة والكتابة. هيا نقرأ أيام الأسبوع: الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت والأحد. أمس الأربعاء، اليوم الخميس، غدا الجمعة. نعيد مرة أخرى: أمس الأربعاء، اليوم الخميس، غدا الجمعة. هيا نقرأ الحروف المدروسة: ميم، كاف، باء، تاء، هاء، ألف، همزة، راء، لام، دال، نون، ياء، جيم، سين، عين، فاء، حاء، زاي، صاد، قاف، ذا المعجمة، خاء. هيا نكتب تاريخ اليوم: الخميس، الخميس، نامي، أبريل، لا حل، ر، ب، ر، الربيع، فصل، أشجار، أ، تو، ف، هي، التفاح، نقطة، زينب، إي،
لا إلى الحا دي طا تي الحديقة تي بي سو رو عين. والسلام عليكم أحبائي الصغار.